انت ليش عم تزعجينا؟ جاي على بيوت العالم بالسرقة؟ انت ما بتزوقي على دمك يعني؟ انا بورجيكي، انقلعي من هون. سانشيري حاولت تقلي شي، بس شو هو؟ لازم اعرف شو هو، لازم شوفه وبأي طريقة. شو العمل؟ وضع البنت مو منيح بنوب يا رجال. شبهها كأنه رح تموت. مين السبب بهالشي؟ يلي بعرفه انه البنت رح تروح من بين ايدينا، يعني انا برأيي تروح لعنده وترجع له مصرياته. بدك يعني رجع المصاري؟ مانك مستوعبة قديش وضعنا صعب؟ قال بدي يعني رجع المصاري. قال أنا فيني موت من الجوع، بس بنتي. بس شو؟ صعب كتير إني أقدر أجيب المصاري هدول إذا رجعتهم. طيب أنت رح تقتلها للبنت بهالطريقة؟ عم بعمل هيك لحتى البقية يقدروا يعيشوا. ما عاد بدي اسمع حكي بهالموضوع، فوتي لجوا، صاروا على وصول هلا. ولا يهمك، أنا رح أتصرف بكل شيء، بس أنت لا تقلق. البنت ما فيها شيء، رح نعطيها شوية أكل زيادة. أصلاً نحن قبل صرفنا عليها مصاري كتير، وشوية زيادة ما بيأثروا. الله يديمك. يلا خدوها من هون. Thank you.
رأيك؟ ماني عرفاني أنا واحد ألبس. خلاص فيك تلبسي أي شيء، شو رح تفرق يعني؟ بدي ألبس اللي بيلبق لي أكتر مشان أطلع حلوة. بالأخير وقعتي يا حلوة. خالي هدول الرجال لوين أخدين سانشيري؟ يلا لشوف قليلي ليش أخدوا سانشيري. أنت شو قصدك لوين أخدينا يعني؟ يا جد ما هي متجوزة واليوم بده تروح على بيت حماها. انت خوتها ما بتفهمي يعني؟ سانشيري! سانشيري! قديش بتبيعها؟ 200 روبية. يا مرا وين الالي؟ شو القصة؟ لالي مختفية من الصبح عم دور عليها ولهلأ ما لقيتها. انت امها صح؟ وكنت لازم تسأليها لوين هي رايحة. بس ترجع على البيت بعرف كيف ربيها. جيتي لالي؟ شو صاير لك؟ لك ليش ما عم تردي؟ صاير معك شي؟ سانشيري مبعد مثل العنزة مو هيك؟ وأبوها هو اللي باعها وهذا اللي صار فيها. اللي ماما
الحكي صح؟